يا ماما، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضل. ايه يا ماما ده؟ حضرتك مسافرة ولا ايه؟ دي شنطة هدوم يا إناس. شنطة هدومك يعني ايه؟ يعني أنا سبت البيت ومش هرجع له تاني. كلام ايه ده بس يا ماما؟ زي ما بقولك كده والموضوع انتهى خلاص. انتهى يعني ايه؟ ما هو بعد العمر ده كله. ما تحاوليش يا إناس، ولا مش عايزاني أقعد عندك؟ بلاش. يا ماما مش قصدي البيت بيتك، بس يعني مش معقولة أوقفك على اللي بتعمليه. أكيد مشاكلكوا ليها حل. لو كان لها حل كانت حلت من زمان. يا ماما أكيد في حاجة في حياتكوا غلط. طبعًا أبوكي هو الغلط نفسه. لا يا ماما ما تقوليش كده. ماما ما يستاهلش تقولي عليه كده. طول عمرك شايفة أبوكي أحسن أب في الدنيا، بس ما هوش أحسن زوج في الدنيا. أنا استحملته كتير، محدش استحمل اللي أنا استحملته أبدًا. كفاية بقى كده، حرام عليكوا حرام. خلاص خلاص عشان خاطري يا ماما. طب خشي أنتي بس واستريحي، وأنا أوعدك لازم أحل المشكلة دي. أنا هكلم بابا دلوقتي في العيادة وأكلم محسن في المكتب. خلاص بقى وهنتجمع ونتلم ونخلص الموضوع. يلا عشان خاطري خشي استريحي. تفتكر ليه محسن بيه قالك ما تخلينيش ادخل المكتب؟ مش عارفة، جايز يكون عايز يدرس قضية الأقرع ده بتركيز. لا 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 لا، المسألة مش كده. محسن بيه يحب ياخد رأيي في المسائل اللي زي دي، لكن أغلب الظن والله أعلم إن فل هاني معكمته عربون جامد قوي ومحبش إني. افندم يا محسن بيه، اعتذر للموجودين واجل المقابلات لبعد الساعه 7. خير يا فندم؟ مروح اتغدى في البيت حالا. حاضر. انا اسف يا حضرات، الاستاذ مش هيقدر يقابل حد قبل الساعه 7. بلغ الاستاذ محسن ان احنا انتظرناه مده كبيره وحنجيله تاني الساعه 7 وامرنا لله. يلا عليكم. شفت الاستاذ بيعمل ايه؟ محسن بيه ما بقتش فاهمه، خصوصا بعد ما اتجوز. لا اصل المدام كلمته من شويه وانا حولت له المكالمه، جايز عزومه. لا مش عزومه، ده راح يرصهم في الخزنه. لا يا عم صادق انت. بس خير. ضحى انا في البيت، لو في حاجه مهمه بيكلميني. عن اذنك سعاده البيت، اشيل لك الشنطه الجديده. لا ميرسي على مشاعرك الرقيقه دي. صادق افندم، على فكره انا تلميذك في شيل الشنط، ما تقلقش عليا، المهم انت ركز في الشغل وفي المكتب. مع السلامه يا فندم. مع السلامه يا صادق. جالك كلامي؟ عندك حق يا عم صادق، الشنطة اللي في ايده دي كانت في ايد فلة وهي داخلة. يبقى ناوي ياكل الحلاوة عليا، مع ان الولاية كانت راحت القضية لمحامي غير. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. حياتي. الله، هي ايه الحكاية؟ هو النهاردة يوم الشنط العالمي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ده وانا راجع من المكتب بس لقيت الشنطه دي في الفاترينا، لونها عجبني فاشتريتها. ما تشغليش بالك انت. الله يبارك فيكي. امال فين حماتي حبيبه قلبي؟ قاعده جوه مستريحه شويه. هو بابا لسه ما جاش لحد دلوقتي؟ لا لسه، بس اكد لي انه هيعدي علينا على الغدا. يا رب اقدر اصالحهم على بعض، بس يبقى قبل الساعه 7. الساعه 7؟ مش معنى يعني الساعه 7. قول موعد مين، اعترف. حضري اسمهان هانم، ما خلاص انا بقيت حاسس ان انا وانت هنبقى نسخه من الدكتور برهان والست والدتي. هو انت اللي جيت؟ لو وجودي مضايق حضرتك انا ممكن اخد اجازه من الحياه كلها. بتهزر؟ خفيف قوي، واضح ان جوزك فايق ورايق ومنعنش على الاخر النهارده. خير ان شاء الله. وماله يا ماما، يا رب يفضل كده دايما فايق ومنعنش على طول. طبعا يا حبيبتي لازم. انا مش فاهمه انت هتصحصحي امتى. انا هقول لحضرتك بس ايه، اديني فرصه اغير هدومي وحضرتك صحصحيها بالطريقه اللي تريحك. عن اذنكم. انا مش فاهمه يا ماما، انت ليه بتعملي وحش؟ الحق عليه يعني ان هو ساب مكتبه وزباينه وجالك عشان يصالحك مع بابا. اسفه، ارفض الصلح. الطلاق يعني الطلاق. بقول لك ايه،
اتعلمي لما جوزك يجي من بره تروحي داخله وراه على طول، يعني تشوفي كده بيخبي ورقه كده، بيداري جواب كده، على كتفه شعرايه كده ولا كده. اتعلمي بقى يا عبيطه. يلا حبيبتي يلا. مش نازل لي منظور. ايه يا حبيبي الفلوس دي كلها؟ بسم الله ما شاء الله. دي فلوسنا حبيبتي، فلوسي انا وانتي. دي مقدم اتعاب القضيه اللي بسببها نزلنا من شهر العسل عشان تعرفي ان انت كنت ظلمانه. انا اسفه يا حبيبي، عمري ما هشك فيك تاني. يعني انا كده ممكن اغير العربيه؟ حبيبتي تقدري تعملي كل اللي نفسك فيه. يا سلام، عاملة نفسك مش مستنياني مش كده؟ إذا أمشي براحتك، حدش ضربك على إيدك وقال لك تعال، وما تحاولش معايا لأنه ما فيش فايدة. والله ده رأيي برضو، زبايني أولى بيا. الطيور على أشكالها. طيور؟ تكلمي على الطيور؟ وفي أجمل الطيور وأحلم الطيور في الدنيا، وخصوصا السمان مش الخريف. الظاهر يا بنتي ان وجودي هنا ملوش لازمه. ازاي بس يا بابا بتقول الكلام ده؟ ده احنا كلنا مستنيينك. مش كده يا ماما؟ دول اللي مستنيينه دول؟ اتكلمي عن نفسك. ماما من فضلك. بابا ما تاخدش على كده، ما هي مش قصدها. بقول لك يا بنتي، مامتك من اول ما شافتني وهي بترمي دبش. انا اللي برمي دبش يا بتاع الخريف؟ ارجوكوا ارجوكوا كفايه خناق، ما تحرجونيش قدام محسن. يا بنتي ما انا كنت ماشي عشان اجنبك الفضايح. انت اللي تعرف الفضايح يا بتاع الكلاب اللولو. ايه الكلام الكلابي ده يا نونس؟ ابوس ايديكوا كفايه خناق، محسن جاي. اشرقت الانوار حمايا العزيز في بيتنا. انا جاي عشانك يا محسن. تنور حياتي ودنيتي وكمان حماتي العزيزه. هي موجوده؟ وهل يخفى القمر يا نونس؟ الغدا بسرعه لحسن، انا عصافير بطني بتصوصو انا والدكتور. اتفضل يا دكتور. فضل. ماما ابوس ايديكي عديها النهارده عشان خاطري. اوكي يا اخي، انا ما كنتش اعرف ايناس بنتي انها ماهره في الطبخ بالشكل ده ونفسها حلو. انا شخصيا ما كنتش متخيل ان انوس هتبقى كده، بس على راي المثل اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها. لا 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 يا محسن، دي طالعه لابوها مش لامها. دكتور انا كنت عايز اكلمك بخصوص مدام اسمهان. انا ملاحظ ان انت متحامل عليها شويه الفتره دي. يا سلام، متحامل عليها؟ انت معايا ولا معاها؟ في صفها ولا في صفي؟ لا انا لا في صفك ولا في صفها، انت بالنسبه لي والدي وهي بالنسبه لي والدتي. خلاص استمتع بوالدتك، خلاص يلا خليها معاك على طول. لا لا يا دكتور ارجوك، ممكن عشان خاطري تاخدها ترجعها البيت. الله 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 الله، فيصت من يوم واحد؟ امال انا اعمل ايه؟ ربع قرن جواز ابدي، دي هدتني. طيب بس يا دكتور مش معقول يحصل اللي بيحصل ده بعد العشره دي كلها. عشره ايه يا ابني؟ تتكلم على عشره؟ دي عشره كانت مهببه. حرام عليك لما تتكلم بالشكل ده. يا دي تعبتني تعب والله، دي ست عندها ميول ديكتاتوريه، الكاريزما بتاعتها كلها في دمها متسلطه عليا انا. انا لولا ايناس بنتي بس. الحمد لله، هذه قلتها بنفسك حضرتك. ما فكرتش في ايناس لما تعرف ان ابوها وامها بعد العمر ده كله متطلقين، قصدي منفصلين، شكلها هيبقى ايه قدام الناس اللي تعرفهم؟ هتقول لهم ايه؟ يا اخي ايناس بنت انا عارفها ومقدر مشاعرها، لكن يا ابني عاوز اقول يا دكتور نفسي تفكر بالراحه قبل ما تاخد قرار تتسرع فيه وترجع تندم. اندم ايه يا ابني؟ ندم ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ واحد هياخد افراج، واحد ينول حريته. حرام عليك، انت ما تعرفش اسمها. مالها؟ ما تعرفش حماتك فيها ايه؟ انا اللي عارفها، انا اللي عايش معاها. اخ قاسيه قسوه. مش في برنامج اسمه صباح الخير يا مصر؟ ايوه. اللي بيذاع الصبح ده؟ ايوه. مش في فقره رياضيه؟ ايوه الساعه 5:30 6 كده.
الشباب اللي هم 14 و15 سنه دول اللي شغالين دول شغالين سويدي بتقومني الصبح وتحكم رايها العب سويدي معاهم. مرحله السويدي بالنسبه لي يا ابني انتهت. امال حضرتك في مرحله ايه يا عمي؟ انا في مرحله شد الاعصاب. حرام. طب احنا نحمد ربنا ان مدام اسمهان بتدور على لياقتك وصحتك. لا انا مصمم بقى، ايه رايك يا دكتور؟ فكر كويس، الموضوع ده نهايته مش كويسه لانها هتطالبك بحقوقها القانونيه. حقوقها القانونيه؟ هي عندها حقوق ليا ولا انا عندي حقوق لها؟ حقوق ايه؟ فكر. حقوق. الله، يخرب بيتك يا محسن. ايه؟ يخرب بيتك يا محسن. اعصابك يا دكتور. بيتك، فكرتني فكرتني، كنت ناسي. يا نهار اسود، يا خرابي، ده انا كاتب لها الفيلا والعياده باسمها. اديك ابتديت تفهم. ده لسه بقى في حاجه اسمها مؤخر صداء ونفقت متعة وخلافه وخلافه، عشان كده مش عايزك تتهور وترجع في الآخر تتعور. لا ده أنا هتعور قوي. الحل الوحيد هو الطلاق. يا ماما ده لو حصل شكلنا يبقى وحش قوي قدام الناس. كل اللي يهمك شكلنا قدام الناس وسعادة أمك ما تهمكيش. يا ماما ما أنت طول عمرك عايشة معايا في سعادة. هي فين السعادة دي؟ ده تمثيل تمثيل عشان نربيكي كويس وما تحسيش بالتعاسة. طول عمري بستحمل علشان، طول عمري بحاول اغيره بكل الطرق المشروعه، مفيش فايده. بعد كده عايزاني استحمل تاني. معلش يا ست هاني، ما هي كل رجاله كده. سعديه يا فندم، من فضلك خش المطبخ. سيبني يا محسن. تعال شان خاطري. شان خاطرك؟ سيبني يا محسن. هقول لك شان خاطري. انا مش طايقها والله ما طايقها. صدق بالله. لا اله الا الله. الست دي نادره نادره عليا يا محمد. معلش طب وفي اعمل اي منظر وتصرف. ده انا خلصت المنظر كلها اللي عندي. شفت 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 الكوب؟ كوب غريب. خلاص بقى خلاص بقى. مالك في ايه؟ انا بحبك. مالك في ايه؟ بعد الشهر بتعيطي ليه بس؟ ابعد عني خالص، ولا عايزه اسمع حتى كلامك ده خالص يا ستي. بعدين معاك يا اسمهان، انا شخصيا ما اقدرش استغنى عنك يوم من الايام. شفتي يا ماما بابا بيحبك قد ايه؟ طبعا دي حاجه واضحه وضوح الشمس. يا سلام يا ناس، جوز عصافير كناريا ما شاء الله. وبعدين معاك هتخلي العيال يحسدونا على الحب الجميل اللي بينا. حب؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ هتحبيني ليه؟ ما انا مش ناعمه زي الستات اللي بيلفوا حواليك يا بسباسيا بتاع اللولو. ماما ما يصحش كده، بابا جاي لغايه عندك عشان يصالحك. وبعدين معاك يا اسمهان، اغير لك اللولو ده، اجيب لك بولدوج. ايوه اجيب لك وولف، اجيب لك كلب شوارع يتيم ملوش اهل. انا اجيب لك كل الكلاب اللي في حياتي اسيبها لك تحت امرك. بقول لك يا حياتي، انا ان شاء الله باذن الله اوعدك بان حكون زوج حنين. الاخلاص عندي اهم من الحنيه. شوف بقى اما اقول لك، انا لا يمكن هرجع لك الا لما اتاكد ان انت مخلص. انا بقى هراقبك بنفسي واشهد عليك بنتك وجوز بنتك. جوز بنتي؟ اوكي اوكي يا اسمهان، خليكي قاعده هنا بقى لغايه ما تتاكدي. على اذنكم يا دكتور. اوعى يا دكتور. اوعى يا دكتور. اسمعني. طب بلا قرف، الله يحرقكم كلكم صفيح الجاز. يا دكتور اهدى شويه، اهدى. استنى استنى، انا اللي قافل عليك عشان مش عايزك تخرج. لحظه واحده يا هاني، لحظه من فضلك. انا اسفه جدا، الكلاب ممنوع. من امتى الكلام ده؟ انا عايزه الدكتور برهان يكشف راكيتي. الدكتور برهان يديني تعليمات بكده، واديكي شايفه الكل قاعد بدون كلاب. امتى حصل ده يا هانم؟ حضرتك شايفه اليافطه؟ من فضل حضرتك ما تهرجينيش، روحي وارجعي. اوكي. ايه ده يا مدام؟ من فضلك ده مش دورك. لازم ادخل وهدخل حالا، انت فاهمه؟ وسعي من سكتك. دي قله ذوق، كلنا جايين من قبلها. يعني ايه استناك عشان نتعشى سوا ولا تجيش لحد دلوقتي؟ اهدي يا جيجي اهدي، هفهمك كل حاجه. هتفهمني ايه يا دكتور؟ وبعدين في الجبل اللي حضرتك وعدتيني بيهم؟ للاسف مش هقدر اخطبك.
يا ده حضرتك بتضحك عليا بتتسلى بيا. لا خلي بالك يا دكتور انا لحم مر. اهدي يا جيجي في زباين برا. الله يعني ايه في زباين برا؟ هو حضرتك مستعجل مني قدام زباينك؟ اقول لك ايه، تصدقي بالله مفيش حد غيرك في حياتي. لا يا دكتور انا مش اكل من الكلام ده خلاص. صدقيني يا ستي صدقيني انا مش هقدر اطلقها ولا هطلقها. ايه رايك بقى؟ يعني ايه الكلام ده وايه اللي غير رايك؟ تلاقيها ماسكه عليك زله. فعلا ماسكه عليا زله. الفيلا والعياده باسمها، يعني يرضيكي واحد في المركز بتاعي ده ينطرد من الفيلا ومن العياده؟ ايوه بس انت ما حكيتليش على الحكايه دي قبل كده. ده كلام بقى كان زمان، يعني من القدم، يعني من ايام ما كنا لسه بادئين وكانت هي لسه ورثه المرحوم ابوها. وحتى انا من يومين كده كنت قاعد مع محسن فبقول له، يعني بأمرك محسن جوز بنتك، قلت له عن الموضوع اللي انا قلت لك عليه ولا تلاقيك نسيت؟ نسيت يا ستي، احنا في ايه ولا في ايه؟ سيب السنان اللي في ايدك دي ويلا بينا نروح نقابله في مكتبه. يا عيني عليكي والزباين اللي بره. بقول لك ايه، اسمهان مراتي مراقباني في كل حته ومش بعيد تكون حاطه دلوقتي رادار بيراقب كل ويرصد كل حركاتي. عرفني على جوز بنتك ووصيه على قضيه توسو وبعد كده حسيبك لنفرتيتي بتاعتك تشبع بيه. يلا. انا نفسي اعمل لك طقم. نفسي. ايه؟ خرج؟ ما قالش راجع امتى؟ طب ما قالكيش رايح فين؟ كشف منزلي مستعجل. شكرا. ايه يا منافي انت ازاي بتكون كده ليه؟ سقط في الامتحان من اول يوم. هو مين ده؟ بابا يا روح بابا اللي بتدافع عنه عن اخلاقه. يا ماما حصل ايه تاني بس؟ البي خرج من العياده وقال ايه؟ رايح كشف منزلي مستعجل. طب وفيها ايه دي؟ فيها ايه يعني ايه؟ انت عايزه تنقطيني؟ يا ماما بابا دكتور مشهور طبيعي انه هيروح كشف منزلي. يا بنتي عمرك شفتي دكتور سنان بيروح يكشف على العيانين في بيوتهم؟ انا قلبي عمره ما كذب عليا. وقلبك قال لك ايه المره دي يا ست ماما؟ قال لي انه زمانه دلوقتي قاعد معاها. قاعد مع مين بس يا ماما؟ الست الهانم اللي عايز يطلقني عشان يخلله الجو معاها. بس بابا مش عايز يطلقك، بابا كان جالك عشان يصالحك. حركات بيعملها عشان يثبت براءته قدامكم. لا يا ماما مش كده. انت مش شرط عليه ان هو يثبت لك. وهو اثبت انه بيلعب بديله من اولها. يا ماما كون انه هو يروح كشف منزلي دي مش تهمه، مش جايز العيان تعبان ومش قادر يروح له العياده. مش قادر يروح له ليه؟ بيمشي على اسنانه. انا اللي غلطانه، انا كان لازم امشي وراه وراقبه بنفسي. طيب يا برها، طيب ان ما كشفت كل الاعيبك ما بقاش انا اسمهان. حضرتك موافق يا محسن بيه انك ترفع لي قضيه على شركه كاو بتاعت البلوبيف؟ معقول يا جيجي؟ معقول محسن جوز بنتي يتاخر عن خدمه حد يهمني؟ واضح ان جيجي هانم تهمك قوي يا دكتور. لا مش يعني مش ايه يا دكتور؟ لا يعني مش سكتي مش لوني. يعني بقول لك ايه، اصبري شويه احسن محسن جوز بنتي مخه يروح بعيد. اطمن يا دكتور انا فاهم كويس قوي ما تقلقش. كل الواضح بس ان مدام جيجي زبونه قديمه عند حضرتك، ده واضح وضوح الشمس. وطبعا ده معناه ان حضرتك هتخدمني في القضيه وتكرمني في الاتعاب. انا علشان خاطر حماية العزيز مش هاخد منك اتعاب وهكتفي بنسبه من التعويض. ميرسي ليك يا متر، ميرسي قوي. بس المهم عندي انك تجيب لي حق توسو. روح قلبي حبيبي. الله يخرب بيته، هو سبب كل المشاكل اللي انا فيها. انا نسبتي في التعويض يا حماية هتبقى 40%. 40%؟ اوكي دكتور برهان، اوكي انا موافقه يا متر. يعني هو التعويض هيطلع قد ايه؟ المهم انك لازم تعرف ان صحه توسو عندي تسوى اموال الدنيا كلها. اتربى في عزك يا حماية. مساء الخير. مساء النور. الاستاذ محسن قد طلب المجلات دي، يا ريت توصل. شكرا. بالعشاء الاستاذ محسن. مشكر. الله 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 الله. ده ظاهر ان جوزك اتعدى من ابوكي وبقى بيحب الكلاب هو كمان.
مساء الخير يا روحي. مساء الخير يا حماتي. اهلا. ممكن افهم ايه ده حبيبتي؟ دي كلاب. يا سلام، انا شايفه انها كلاب. من فضلك اعترف، انت بقيت بتهتم بالكلاب. حبيبتي انا عمري ما اهتميت بالكلاب. الحكايه وما فيها ان في زبونه جات لي عشان اترفع لها في قضيه ضد شركه بلوبيف. الكلب بتاعها كل منه اتسمم. والله هو انت يا جوز بنتي زباينك برضو من بتوع الكلاب اللولو؟ من فضلك يا اسمان هاني، انا من يوم ما اتجوزت ايناس واحنا عايشين في سعاده وثقه. من فضلك ما تشككيهاش فيا. قصدك ايه؟ ان انا جايه هنا علشان اخرب عليكم؟ سامعه يا ايناس؟ شايفه اهانه جوزك ليا؟ استني يا ماما، من فضلك ممكن اعرف ايه حكايه الكلاب اللولو دي ومين الست دي بالظبط؟ عشان ترتاحوا يعني هقول لكم مين الست دي بالظبط. دي زبونه واللي جابها لي واحد حضرتك تعرفيه كويس جدا اسمه الدكتور برهان. ارتحتي؟ سامعه، ابوك زي ما هو ما اتغيرش، وعايز جوزك يبقى زيه هو كمان. من فضلك يا اسمهان هاني ما اسمحلكيش، انا ماليش في السكه دي خالص. الموضوع بالنسبه لي مش اكتر من شغله بس. وبعدين انا تعبت وعايز ارتاح عن اذنكم. وراه مستنية ايه؟ شوفي هيخبي ايه جوه. شعرايا كلباية. تاني يا ايناس هترجع تشكي فيا. 100 مرة اقول لك ما تسمعيش كلام الست والدتك هتودينا في داهية. حاضر، بس انا لسه مش هشوفش من قدام. لا 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 حبيبتي ما تتعبيش نفسك، انا هريحك. بصي انا اهو قدامك، اهو اهو. طب اسمع، فتشي زي ما انت عايزة. يا الله، اللي خلف ما ماتش، مش هتلاقي اي حاجة من اللي بتدور عليها. يعني انت فعلا ما بتلفش وتدور كده على حل شعرك؟ انا عمري، انا برضو بتاع الكلام الفارغ ده، انا راجل بتاع شغل وبس. بس انا برضو قلقانه عليك من الست اللي انت قلت عليها بتاعت الكلب اللولو. نور عيني، مش عايزك تلاقي من اي حاجه في الدنيا. انا راجل محصن واخد تطعيم ضد الستات. يا سلام، كلهم؟ لا طبعا، مفيش غير واحده بس في حياتي، يا مراتي حبيبتي. يا عم منصور، انت مستني حد يجي لك في الزياره ولا ايه؟ مستني اللي بقالها مده ما جاتش. ما تقلقش ما تقلقش يا عم منصور، الغايب بحجته معاه. القلق مريت بيه من زمان. أنا خايف لا تكون الظروف بقت صعبة عليها وخايفة تواجهني، خايفة تحط عينها في عيني، لأنها عارفة لما ببص لها وبحط عيني في عينها بتحس إني عايش معاها لحظة بلحظة. وبعدين بقى معاك يا منصور، الله انا ما تغير الموضوع ده، انت كده بتتقل على نفسك. ها؟ عارف يا عصفور لما تيجي انا مش هبص في عينيها ومش هتكلم، هسيبها هي تتكلم. اللي عايزه تقوله تقوله، واللي مش عايزه تقوله ايه فايدة ان اعرفه؟
وبعدين معاك عم منصور ما تغير بقى الموضوع ده. الله انا خايف لا سوها بنتك تيجي تلاقيك بالمنظر ده تتخض عليك. صعب صعب يا منصور يا ابني، احنا الدنيا ضاقت بيه. ممكن انسى اي حاجة في حياتي إلا حاجة واحدة بس. ما تخافوش يا حبايبي، أبوكوا بريء وربنا عارف إن أنا بريء. ما تقلقش يا بابا، أنا هقوم لك أكبر محامي في البلد. أنا مش قلقان يا بنتي، أنا محامية ربنا، لأن ربنا عارف إن أنا مظلوم. امسكوهم هم، امسكوا الحيتان، امسكوا الحيتان اللي سارقين البلد. مسكتني انا ليه بابا؟ بنتي يا حبيبتي يا حبيبي، خدي بالك من اخواتك يا سوء. ما تقلقش علينا يا بابا، ما تقلقش. بابا تفضلي. ميرسي. انا طمنت حضرتك في التليفون، ما كانش فيه داعي تتعبي نفسك وتيجي لحد هنا. اخسى عليك يا متر، للدرجه دي انت ما كنتش عايز تشوفني؟ ايه ما وحشتكش يعني؟ انا ما قلتش كده. قلتش ايه بس ده كلام؟ انت ايه، ما تعاملتش مع ستات حلوه قبل كده؟ يا هانم في الحقيقه انا حياتي كلها شغل بس. بس وده اسمه كلام؟ الحياه فيها متع كتير قوي صدقني. انا على فكره حضرت المرافعه بتاعت هو اسمه ننوسو؟ لا لا لا، توسو. ايوه توسو. على فكره انت لو شفته هتحبه، وهو كمان اكيد هيحبك. ايه راي حضرتك تيجي تتعشى معايا عندي وبالمره تشوف توسو؟ انا كان بودي يا هانم، بس انا ما تعودتش ادخل بيوت الموكلين بتوعي، كل الزباين بقابلهم هنا في المكتب وبس. يبقى كده حضرتك بتقول لي من غير ما ترد اتفضلي امشي. لا 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 لا، ما تفهمنيش غلط، الحكايه ان في زباين كتير مستنين بره. الله، طب انا كمان زبونتك، ثم انا ما عرضتكش في اي اتعاب انت حددتها، وبعدين انت مش عايز تتعامل معايا حضرتك في اي قضايا تانية ولا ايه؟ طب ده انا حتى قررت ان استغنى عن المحامي الخصوصي بتاعي. على فكره كان في شويه معلومات كنت محتاج اعرفها منك. عني؟ زي ما انت شايف، وحيده، رومانسيه، بحب الاغاني العاطفيه. يا هانم انا ما اقصدش كده، انا اقصد معلومات عن النوسو توسو. توسو، انا اسفه جدا، بس خلي بالك انا مش هجيلك اي معلومات اللي واحنا بنتعشى مع بعض. انا اسف اني اقول لحضرتك اني بتعشى في البيت مع المدام بتاعتي. يا متر معقوله الكلام ده؟ خليك سبور، في حد بيتعشى مع مراته؟ أرجوك أرجوك ما تكسفنيش يا محسن. محسن؟ وفيها إيه؟ أنت كمان قولي يا جيجي، يعني أنا شايفة إن إحنا بقينا أصحاب وبداية صحبيتنا ليلادي. أرجوك أوعى أوعى تكسفني يا محسن. أيوة يا محسن بيه. لا خير إن شاء الله. أنا آسفة إني أزعجت حضرتك، أنا بس حبيت أبلغك إن المدام اتصلت. لا ما قالتش حاجة، انا قلت لها ان حضرتك خرجت وبس. اوكي يا فندم، حاضر، مع السلامه. ما كانش لازم تتصلي بيه كده، هيقلق. دي تعليماته من بعد ما اتجوز، قال لي انه لو كان بره المكتب والمدام اتصلت اتصل بيه فورا على الموبايل وابلغه. بصراحه كده يا عم صادق انا حسيت من صوتها انها بدات تقلق. لا حق طبعا تقلق، ما انت كنت بتقول ان هو ملوش في السكه دي. شوف يا ضحى، انا من يوم خدمتي معاه وانا ما شفتش عليه اي تصرف يخليني اشك فيه. ليه، هو انت نسيت المرحومه زينات واللي عملوا فيها؟ هي دي الحاله الوحيده اللي غلط فيها ورجله كانت هتيجي لولا لحق نفسه في الاخر. مساء الخير، كنت عاوزه اقابل الاستاذ ضروري. لا الحقيقه الاستاذ مش موجود. يا خبر، ده انا عطلت اجتماع مهم قوي عشان اقابله، ده هو اللي مديني الميعاد ده، وبعدين بكره لازم اروح ازور بابا وعايزه ابلغه باخر الاخبار. طب ما تعرفيش اعمل ايه؟
ان شاء الله ان شاء الله هيستأنف، وان شاء الله كله هيبقى خير. يا خبر، لسه هيستأنف؟ انا عايزك تطمن يا معلم وما تقلقش. اتفضل الشاي. ما قلقش ازاي بس يا عصفور؟ ما قلقش بأمرت ايه؟ فات مده طويله او مفيش خبر يبين للريق لحد دلوقتي. هي مش فل هانم معاد زيارتها بكره؟ فل هانم معاد زيارتها الخميس اللي فات ولا جاتش؟ اكيد عندها ظروف. الغايب حجته معاه. وما تقولش ليه انها مكسوفه تيجي. وتتكسف من ايه بس يا معلم؟ دي فله بنتي، انا عارفها ومربيها على ايديا. لو عندها خبر حلو كانت سابت كل اللي في ايديها وجات جاري عشان تقولهولي. بس انا حاسس يا معلم انها هتيجي بكره ومعها اخبار حلوه بعون الله. بيني وبينك انا خلاص ما بقتش متفائل. قلت لك يا عصفور انا قضيتي صعبه قوي مش سهله. تقول لي المحامي صاحبي وتمجد لي فيه. وما زلت بقول لك يا معلم ما فيش غير محسن الحريري هو الوحيد اللي قادر يخرجك من هنا. ماشي خلينا ورا الكذاب. هعمل ايه؟ ما هو ما باليد حيله. خلي بالك يا صاحبك المحامي ده هبر مننا نص مليون. حر ونار في جتته البعيد. وانت اللي ضامنه قدامي. ضامن ربنا ان شاء الله يا معلم. ونعم بالله يا اخويا. الله الله. بس انت الله الله الله. انت اللي ضامنه فاهم؟ يعني لو حصل كده ولا كده هشرب من دمك ودمه. يا ريت تشرب من دمه وتبقى عوضتني عن عمري اللي ضاع بسببه. ما ترد عليا يا قاد. ردت الميه بزورك ساكت ليه؟ قول حاجه تطفي ناري. باذن الله خير يا معلم. باذن الله ربنا هيرفع راسي قدامك وهتخرج من هنا ان شاء الله. بشوف. اقدر اعرف ايه سر اهتمامك لزايد بالهانم بتاعت الكلب اللولودي؟ انا اللي مش فاهم ايه العصبيه اللي انت فيها دي. الكلب ده كل ما يتعب وبطنه توجعه ويقول اي احنا قضيتنا تكبر ونتنقل نقله كبيره جدا. انا ما بهزرش يا محسن. انت كل ما بتمسك قضيه بتقولي هنتنقل نقله كبيره. يا حبيبتي طب انا بكذب عليكي ولا كلامي بيطلع صح؟ مش اول ما خدت العربون من الانسه فله غيرت لك العربيه؟ ايوه بس احنا خلاص الحمد لله ما بقيناش محتاجين لاي حاجه دلوقتي. يا حبيبتي زي المثل ما بيقول البحر بيحب الزياده. وبعدين انا بعمل كل ده عشان مش عشانك انتي. بس انا خلاص زهقت. انا فعلا زهقت. انا مش حاسه ان انا ست متجوزه معايا راجل بيهتم بيا بياخد باله مني بنخرج بنتفسح زي الناس ما بتعمل. ناس يا حبيبتي ما تقعدش تقول لي حبيبتي كل شويه ارجوك ما تضحكش عليا. افهم من كده ان انت بتشكي ان انا بحبك؟ بصراحه انا فعلا ابتديت اشك انك بتحبني. مش يمكن تكون اكتشفت ان موضوع جوازنا ده كان مجرد قرار غلط؟ يبقى انت تأثرت بكلام امك ناحيه الرجاله وانا 100 مره احذرك ما تسمعيش كلام امك. 100 مره قلت لك ما دخلش ماما في موضوعنا. محسن انت فاكرني ايه؟ بني ادم ما بتحسش ما عنديش مشاعر. انا خلاص مخنوقه انا بجد زهقت. حبيبتي طب اعمل ايه؟ دي مصالح ناس وقضايا ناس غلابه لازم اقف جنبهم وانت لازم تشجعيني وتقفي جنبي. مش دي المبادئ والاخلاق؟ المبادئ والاخلاق مش مفروض تنسيك ان انا مراتك وليا حقوق عليك. محسن يا حبيبي عشان خاطري ممكن تاخد يومين ثلاثة نتفسح سوا. حضرتك بتضحك بدل ما تقديني. طبعا فرحان فيك. مش حماتك اللي كنت بتدافع عنها وظالمني بتقول انا اللي بعذبها؟ اديك ما قدرتش تستحملها كام يوم. يا دكتور دي هتدمر حياتي انا وناس. ارجوك اتوسل اليك صالحها ورجعها. دي نجحت نجاح مبهر انها تخلي الناس تشك في اخلاقي. هي يا ابني حماتك كده بتشك في اي صنف من الرجاله. البركه في حضرتك. نعم اخويا بتقولي؟ لا 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 انا انا اسف يا دكتور. عايز تفهمني يعني انك راجل دغري وان مراتك لازم تثق فيك ثقه عمياء؟ انا مش فاهم قصد حضرتك ايه. يعني حضرتك كمان بتشك فيا؟ نعم يا حبيبي. يا ميه من تحت تبن تنكر انك امبارح اتعشيت مع جيجي؟ لا ما انكرش بس ده حضرتك عرفته منين الكلام ده؟ يا ابني
جيجي وامثالها ما يتبلش في بقها فوله. بس اقسم لك اقسم لك انه كان عشاء عمل مش اكتر. وبعدين حضرتك ممكن تتاكد بنفسك، هي كمان الحت عليا الحت عليا الحت عليا واحرجتني. الحت عليك الحت عليك الحت عليك واحرجتك. طب اقول لك ايه، اوعى تتعشى معانا تاني احسن تقول رجلك. لا اطمن يا دكتور، انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ماليش في المسائل دي. وبعدين انا شغلي ومستقبلي اهم حاجه في الدنيا. انا بحب ناس بحبها بحبها، ما عنديش استعداد اخونها. يعني ده اعتبره اخر عشاء بينك وبين جيجي؟ طبعا اعتبره اخر عشاء، انا مش هيكون بيني وبينها الا القضيه وبس. بس ارجوك اتوسل اليك انقذ سعادتي الزوجيه، خد مراتك. ما دام وعدتني انك هتسيب جيجي اذا هتروح البيت ان شاء الله لنادي، مش هتلاقي اسمهان مش هتلاقي اسمهان مش هتلاقي اسمهان. بحبك بحبك بحبك. انا اسفه يا فندم، بس فل هانم بره ومصره تقابل حضرتك. اوه انا مكسوف منها جدا، اصل القضيه بتاعتهم مش سهل. هي اصلها جت امبارح وحضرتك مش موجود، وقالت ان كان في ميعاد بينكم. هي فعلا عندها حق، ميعادها كان امبارح بس للاسف انا نسيت. خليها تدخل خليها تدخل. اهلا اهلا فل هانم. اهلا. حقيقة انا زعلانه منك جدا يا متر. من حقك تزعلي، بس اتفضلي في الاول ارتاحي. ما اعتقدش هقدر ارتاح طالما مفيش اخبار تطمني على بابا. انا مش عايزك تلاقي ابدا، انا عايزك تطمني ان القضيه. يعني في اخبار جديده ولا لا؟ القضيه مش سهل ولسه في اجراءات. يعني شهر بحاله عدى ومفيش اي جديد. يا فل هانم احنا لسه بنستأنف الحكم. انا سمعت الكلام ده منك قبل كده، امال فين وعودك يا متر؟ لا من فضلك انا ما خلتش بوعودي، كل الحكايه ان المساله محتاجه شويه وقت. ايوه بس بابا قلقان قوي، اعصابه بتتحرق يوم بعد يوم. واكد لك ان انا هخرجه من السجن ودي مسؤوليتي انا. اوكي بس النهارده في زياره، هروح اقول له ايه بس؟ لا 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 ارجوكي مفيش داعي للزياره دي، اجليها للزياره الجايه علشان هبعت له معاكي خبر جميل يفرحه ويطمنه، وده وعد من محسن الحريري. البس ده ولا البس ده؟ المنقط ولا الساده؟ ايناس سايباني لوحدي محتاسه ليه؟ تمام يا ماما بجهز لبابا العصير. هو انت دايما بتفكري ببابا ونسياني انا؟ في يا ماما بتزعقي ليه؟ ايه الجمال ده؟ ايه يا اخوتي المكياج اللي يجنن ده؟ بجد؟ طب ايه رايك في تسريحه شعري؟ قمر 14 وربنا. مش تلبسي بقى يا عروسه لحسن العريس بابا جاي. استني قولي لي البس ده ولا ده؟ مش معنى دول يا ماما، دول الاتنين احمر. طب وماله، هو الاحمر وحش؟ يا ماما هو انا اللي هقولك ان بابا ما بيحبش الاحمر؟ من النهارده لازم يحب، طول عمري محرومه من الاحمر. يا ماما يا حبيبتي احنا عايزين نقرب ما بينكم، مش عايزين نعمل مشكله. ما هو احنا النهارده لازم نحل كل مشاكلنا واولهم اللون الاحمر. ودي تحل ازاي دي؟ اقولك لما البس الاحمر وبابا يشوفني حلوه واموره في الاحمر يقوم يتلوح وتتفك عقده. ولو ما تلوحش وما تفكتش عقده يبقى مرضه مستعصي ولازم يروح لدكتور نفساني. ابوس ايديكي بلاش النهارده. سيبيني سيبيني اتكتك، ده انا بتبع اسلوب جديد وان شاء الله هينجح. استر يا رب. الله على افكارك يا اسمهان.